السلام عليكم. احنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله مادة إدارة المنشآت المالية. بالنسبة للمادة دي المحاضرة عندي هتبقى عبارة عن ايه؟ هبدأ ان انا اتكلم في المادة دي من خلال بعض النقط، او بمعنى اصح هي اللي هتبدأ تعرفنا يعني ايه منشآت مالية، او مين الافراد المتواجدين في هذه المنشآت المالية، او ما هي النظريات التي يتم التعامل معها خلال هذه المنشآت المالية. فانا لازم أبدأ اول حاجة بنظرية الوساطة المالية، بمعنى أصح إن في وسيط مالي ما بيني وما بين هذه المنشأة بناء على نظرية معينة هقدر إن أنا أتكلم من خلاله، أو إن أنا بأدي أعمالي من خلاله، أو إنه بينوب عني في قيام بأعمالي. تمام. بعد كده هيبقى عندي في حاجة اسمها عناصر النظام المالي. عناصر النظام المالي علشان أنا داخل دلوقتي على النظام ببدأ إن أنا أشوف المنشأة دي بتتعامل ماليا إزاي، وبالتالي النظام المالي بتاعها بيبقى ليه عناصر معينة أو حدود معينة. بمعنى أصح تعريف الوسيط المالي لازم أعرفه، خصائص الوسطاء الماليين، تصنيف المنشآت المالية، وآخر حاجة آخر نقطة في المحاضرة دي هي عبارة عن وظائف المنشآت المالية. تمام. فهنبدأ دلوقتي إن شاء الله في نظرية الوساطة. نظرية الوساطة المالية هي عبارة عن إيه؟ اللي بتشير الوساطة المالية بصفة عامة إلى قيام بعض المؤسسات الاقتصادية بدورها كوسيط. يعني بمعنى أصح معنى كلمة وساطة مالية إن بيبقى فيه حد بيتوسط علاقة ما بين فردين أو ما بين منشأتين. فأنا بالتالي الوساطة المالية هي عبارة عن إيه؟ قيام بعض المؤسسات الاقتصادية، هي المؤسسة اللي هتبقى قايمة بدور الوسيط ما بين فئتين أو ما بين وحدتين، الأولى وحدات ذات فائض والتانية وحدات ذات عجز. بالنسبة للوحدات ذات الفائض دي بتبقى عندها التمويل كتير، أو بمعنى أصح هي أكتر عندها هو التمويل وليس الأفكار الاستثمارية. ثانيا الوحدات ذات العجز هتلاقي الوحدات دي هي اللي عندها الأفكار الاستثمارية ولكن غير موجود عندها تمويل، وبالتالي فهي وحدات تعاني من العجز أو وحدات ذات عجز. يبقى إذا نظرية الوساطة المالية بتشير نظرية الوساطة إلى قيام المؤسسات الاقتصادية، هنعرف دلوقتي إيه هي المؤسسات اللي بتقوم بدور الوساطة المالية، بين في وحدات ذات فائض وفي وحدات ذات عجز. تمام. كده خلصنا الوساطة المالية. نبدأ نتكلم على مكونات النظام المالي. بيتكون النظام المالي بصفة أساسية من 3 عناصر بالظبط، وهم 1 في الوحدات ذات الفائض اللي احنا اتكلمنا عليها، هذه الوحدات هي عندها تمويل بما يكفي ولكن ليس عندها فرص استثمارية تدخل فيها التمويل ده، فبالتالي هي عندها فائض أو فائض أموال يعني. وحدات ذات عجز هي تلك الوحدات التي لديها التمويل ولكنها في نفس الوقت ليس لديها ليس لديها التمويل ولكن لديها الفرصة الاستثمارية. بعد كده الوسطاء الماليين اللي بيقوموا ما بينهم، أو بمعنى أصح اللي احنا لسه معرفينهم في الإيه؟ في النظرية. أوكي؟ بعد كده هنبدأ نعرف الوسيط المالي. اللي بيعرف الوسيط المالي ده بقى هو مش بيقولي نظرية الوساطة المالية أو بيعرفني نظام مالي يعني إيه، بدأ يقولي يعني إيه أصلا وسيط مالي، يعني إيه إن مؤسسة اقتصادية هي اللي تقوم بدور وساطة ما بيني وما بين وحدات ذات فائض وحدات ذات عجز. تمام. فقال لي هنا إن الوسيط المالي بيتمثل فيه أو بيعرف على إنه حلقة وصل، هو عبارة عن حد بيوصل ما بين وحدات ذات فائض وحدات ذات عجز، وكأنه قال لي إن هو حلقة الوصل القائمة على نظرية الوساطة المالية اللي هي كانت ما بين وحدات الفائض ووحدات العجز، حيث يحكم هذا الوسيط العملية الخاصة بتدفق الأموال. يبقى هو حلقة الوصل المسؤول على إنه يتوسط ما بين وحدات ذات الفائض والوحدات ذات العجز، ويحكم العملية الخاصة بانتقال الأموال من طبعا بتبقى الوحدات ذات الفائض للوحدات ذات العجز. تمام. بعد كده قال لي خصائص الوسطاء الماليين. خلي بال حضرتك انا عندي هنا هم ليهم خاصيتين. الخاصيه الاولى قال لي بتمثل الاوراق الماليه. خلي بالك كلمه اوراق ماليه هي نفسها اصول ماليه. لو الاصول العاديه اللي احنا بنتكلم فيها الالات والمعدات والحاجات دي هي الاصول الثابته او الجامده ملموسه، بينما الاصول الماليه هي عباره عن الاوراق الماليه او الجانب الاعظم من الميزانيه الخاص بها. يبقى الاوراق الماليه لو جيت فتحت الميزانيه بتاعه هؤلاء الوسطاء الماليين الاقي عندها ان الجانب بتاع الجانب الاكتر او الجانب الاعظم من الميزانيه او الاكتر اوراق ماليه. تمام. مش فلوس يعني. بينما الاصول الحقيقيه اللي احنا قلنا الاصول الملموسه بقى بتمثل نسبه قليله. يبقى تاني هتعرف على الوسيط المالي من خلال خاصيتين. الخاصيه الاولى ان انا يبقى عندي الاصول الماليه عنده او الاوراق الماليه بتاعته بتمثل الجانب الاعظم او الجانب الاكبر في الميزانيه، بينما
لو في أصول حقيقية أو أصول ملموسة أو أصول جامدة اللي هي آلات ومعدات والحاجات دي، مكاتب، آلات تصوير، باعتبارنا بنتكلم على شركات بتمثل نسبة قليلة من إجمالي الأصول، تمام؟ بعد كده قال لي انخفاض نسبة صافي حق الملكية إلى إجمالي مصادر التمويل. بمعنى خلي بال حضرتك إن صافي حق الملكية دوت هو قايم على أساس إن يبقى فيه مساهم معاك في الشركة، هو أصلا ما بيعتمدش على ده، هو بيعتمد بشكل أساسي على الالتزامات أو بيعتمد على القروض زي ما هيوضح لحضرتك دلوقتي، لكن ما بيعتمدش على وجود أسهم. يبقى أولا بتبقى الأوراق المالية هي بتمثل الغالبية في الميزانية الخاصة بيه، ما عندوش أصول ثابتة كتير. ثانيا ما عندوش حق ملكية كتير. يعني نقدر نلخصها إن أنا عندي الأوراق المالية بتمثل معظم الجانب بتاع الميزانية أو ما أصح الجانب الأعظم في ميزانيته، والالتزامات هي الجانب الأعظم، لكن نسبة حق الملكية إلى إجمالي مصادر التمويل بتبقى قليلة. أوكي، حيث أنه بيعتمد بشكل أساسي على الالتزامات وليس على حق الملكية. بعد كده عندي تصنيف المنشآت المالية. ماذا نقصد بالتصنيف؟ التصنيف دوت إن ليها أنواع. يعني إن أنا عندي أولاً المنشآت، في منشآت مالية بيبقى فيها وساطة مالية، إن بيبقى فيه وسيط أو حلقة وصل ما بين الوحدات فيها أو ما بين الأفراد فيها، وفي منشآت أصلاً ما بتقومش بالوساطة المالية، فبالتالي ما عندهاش حلقة الوصل ده. النوع الأول إن أنا عندي هنا منشآت بتقوم بدور الوساطة المالية، بتتلقى الودائع مثل البنوك التجارية. حضرتك لما بتروح تحط وديعة في بنك، طبيعي إن بيبقى في حد بيستلم هذه الوديعة بيديها للبنك، فحضرتك بتعتبر طرف وفي حد حلقة وصل والبنك اللي هو عبارة عن حد تاني يعني، تمام؟ لا تتلقى الودائع. يبقى التي تقوم بدور الوساطة المالية قد تنقسم إلى منشآت بتتلقى الودائع وأخرى لا تتلقى الودائع، ما بتتعملش بودائع بس حضرتك موجود فيها وساطة مالية. شركات التأمين، حضرتك لو أمنت لدى شركة تأمين بيبقى فيه مسؤول عن حضرتك إن هو يحصل الأقساط من حضرتك ويديها لشركة التأمين. صناديق الاستثمار، المعاشات، شركات التمويل على نفس المبدأ. يبقى في مؤسسات بتقوم بدور الوساطة المالية وأخرى لا تقوم بالوساطة المالية. التي تقوم بدور الوساطة المالية قد تتلقى فيها في بيبقى فيها تلقي للودائع وقد لا يكون فيها تلقي للودائع. وبالتالي بالنسبة لهذه المنشآت التي تقوم بدور الوساطة المالية بيبقى فيها إصدار للأوراق المالية أو الأصول المالية وبيعها بهدف الحصول على احتياجاتها المالية. طيب لو انتقلنا للنوع الثاني اللي هو عبارة عن المؤسسات التي لا تقوم بدور الوساطة المالية، لا تقوم بدور الوساطة المالية هتلاقيها زي تجار الأوراق المالية. التجار دول بيبدأوا إن هم يشتروا من مالهم الخاص ويتعاملوا بيه. سمسرة الأوراق المالية بيتعامل من خلال أموال غيره، بنوك الاستثمار. وبالتالي قال لك إن التي لا تقوم بالوساطة المالية هي لا تقوم بإصدار أو بيع أصول مالية للحصول على احتياجاتها، فالتاجر بيتعامل من ماله الخاص. يبقى في منشآت بتقوم بدور الوساطة المالية لا تقوم بدور الوساطة المالية. لو جينا اتكلمنا على دور الوساطة المالية هلاقيها بتتلقى الودائع ولا تتلقى الودائع، وبتبدأ إن هي تبيع أو بتصدر وبتبيع الأوراق المالية عشان تحصل على الاحتياجات المالية الخاصة بها. التي لا تقوم بدور الوساطة المالية لا تقوم بإصدار أو بيع أي أوراق مالية للحصول على احتياجات. وظائف المنشآت المالية بقى، قال لي هنا أول وظيفة للمنشآت المالية أنها بتقوم بدور الوساطة المالية، تمام؟ إذا كانت لديها وساطة مالية يبقى بتقوم بدور الوساطة المالية. اتنين، تقديم خدمة تجميع المدخرات في المجتمع. بمعنى إن لما بيكون في منشآت مالية وحضرتك رايح تستثمر عندهم، يبقى أنت المنشأة دي قدرت تجمع المدخرات اللي موجودة عند حضرتك وتقدر إنها تستثمرها، فبالتالي هي عملت على تجميع المدخرات في المجتمع. ثلاثة، تسهيل عملية التوفير التمويل للمشروعات ذات العجز المالي، لأنها لو مثلا اتكلمنا على إنها بنوك، البنوك من أكتر السبل للتعامل معاها إن أنت بتاخد منها قرض عشان تعمل مشروع، فبدأت توفر لك تمويل للمشروعات ذات العجز المالي. تخفيض المخاطر من خلال عملية التنويع، لأنها بتقدر إنها تاخد فلوس حضرتك وتشغلها في أكتر من حاجة. خلي بالك تخفيض المخاطر بالمناسبة هنا لما باجي أتكلم عليه يبقى أنا بتكلم على إني عايز أقلل المخاطرة اللي ممكن أتعرض لها نتيجة لاستثمار معين، فببدأ إن أنا أنوع استثماراتي، ما أحطش فلوسي كلها في نفس الاستثمار، ببدأ إن أنا أختار أكتر من استثمار ما لهمش ارتباط ببعض، وبالتالي لو حصل وإن استثمار منهم خسرت فيه ما بيأثرش على الاستثمارات التانية، وبالتالي بتحصل عملية تخفيض للمخاطر من خلال التنويع. إحداث التوافق ما بين تواريخ الاستحقاق أو تواريخ استحقاق بيرغب بها كل من المقرض والمقترض. يعني لو هي قايمة بدور وساطة مالية ما بين مقرض ومقترض، تقدر إنها توفق ما بين التواريخ اللي كل واحد فيهم قادر يدفع
كمقترض هيقدر يدفع فيها، والمقرض عايز فلوسه في نفس الوقت. بعد كده في تقديم خدمات متخصصة بتقدر إنها توفر لحضرتك بيانات عن المقرض وعن المقترض، وتبدأ تحللها لك وتبدأ تفسرها لك وتحتفظ بيها لاستخدامها في أغراض أخرى. يعني بمعنى أصح، بيبقى في بعض من الشركات هي اختصاصها الأساسي إنها مثلا تجيب العميل ألف وب وجيم وتشوف تاريخه الاقتراضي، قدر يدفع ولا لا، قدر يسدد الفايدة بتاعته ولا لا، وبناء عليها بيستخدمها في أغراض أخرى. إنه لو جه يستثمر أو جه يقترض من بنك، هيبدأ البنك ده يقول لهم لو سمحتوا أنا عايز أطلع على السجل الخاص بهذا المستثمر، ويقدر يشوف هو قدر قبل كده يسدد ولا لا. تمام؟ دي وظائف المنشآت المالية. يبقى أنها أولا بتقوم بدور الوساطة المالية، بتقدم خدمات تخص تجميع المدخرات في المجتمع، تسهيل عملية توفير التمويل، تخفيض المخاطر من خلال عملية التنويع، إحداث توافق ما بين تاريخ الاستحقاق يرغب فيه كل من المقرض والمقترض، تقديم خدمات أخرى تخص توفير البيانات عن المقرض والمقترض وتحليلها وتفسيرها والاحتفاظ بها واستخدامها لأغراض أخرى. تمام؟ بكده نكون خلصنا المحاضرة الأولى، وإن شاء الله عندنا في محاضرة رقم 2 وفي محاضرة رقم 3 تخص نفس المادة. شكرا. كان معاكم دكتور سميرة علام. ميرسي أوي. شكرا.